السلام عليكم مرة أخرى أخوتي، كملنا ركبنا كل شيء، نتويت كلش. القرعة ما نحيتهاش، ما نتويتهاش، بس كان عم بالي يقعد الزيت حتى في الراديتور، من بعد راح الزيت تخمج، بس من بعد كي تسخن بها يخرج الزيت الكل. ممكن نصب درك الماء تتعمر القرعة وتحبس، ما ترمصها ما تعقبش السير. درك رايح نوضو. هذا الكاربيتور ما نضطش، هذا هو بإذن الله كلش نورمال. قال لي قلت لكم فيريفيو الترموستا حتى يهبط الماء. درك ما يحبش يعود باسكو الراديتور ديجا مداير بالزيت، ما يدورش فيه الماء ليبر حتى تسخن. نشوفوا معاها ومن بعد ندير لكم فيديو ان شاء الله. كان نجيب الترموستا، وهي المشكل في الترموستا باذن الله نعمل لكم فيديو عليها. والسلام عليكم. كملتها خلاص، خرجت الموضوع الماء بالسيف لا صفيته، بس كان مخلط بالزيت، وضعتها صافي. نزل شويه بركه فيه، نزل يخرج لي في البلوك وفي الرادياتور. نحيت لها الترموستا، خرجت الماكل، خرجت الزيت في الماكل. مشيت بها شوية اوتوماتيكمون الزيت وسطا، مبقاش داير بالماء. الزيت ما خفف منه، كي نحطولو كي نسبو الزيت وهو من داير الداخل او نيتواي يخرج فابور. الماء هذاك كي تسخن الطوموبيل يخرج فابور. هذا هو نصب كل شيء في الكراسة. الكراسة ما زلت ما رجعتهاش باش نكونفيرمي اسك هي فاسدة ولا لا. سمع ما كفانيش الحال، غدوة ان شاء الله كي نزيد نصفي كل شيء نرجع لها الكراسة. ها زلت خلي ديما يخرج زيت البلاط، حتى الزيت ديما يطلع الفوق. خلوها دور، نبقاو نصبو لها في الماء، يخرج توجور الزيت من الفوق هاك حتى تصفر. الأول كانت يخرج تقول مايونيز قاعدة تسيح، نبقاو صفا خلاص، ترى فر الوشكين صفا. يبعدو دوما لي قوت صغار دوما ما يتنحوش فاصل الماء، لازم يسخن مليح الموطير باه يتنحاش. خلوها تروفولي باه يهود الزيت. فوالا هكا وساعة ساعة نزيدو لها الماء باه يخرج لي في القرعة الكل. قولكم بارك الله فيكم ورحمة الوالدين، والسلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين. ركبت لها ترموستا، سنيتها ناض الفونديلاتور وصفات ترموستا تاعها ملاح، ومام النوضة ناضت نورمال وصفات نورمال. قعدت واحدة 40 سكوند وطفات. دونك فضينا فاضل الطوموبيل هاي نضت،
نجمو تحسبو لي سكوند من وقتها نهضر. السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى. تمبيراتير ملاحه وكل شيء.